الحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه العزيز: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليد العليا المعطية خير من اليد السفلى الآخذة، وابدأ بمن تعول. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فقد أكد الحكماء أنه على مستوى الأفراد أو على مستوى الدول من لا يملك ولا ينتج قوته وغذاءه ودواءه وكساءه وسلاحه وسائر ما يحتاج إليه، سواء كان فردا أم دولة، لا يمكن أن يملك كلمته ولا إرادته. فعلى مستوى الأفراد والدول أيضا قالوا: أحسن إلى من شئت، أحسن إلى من شئت تكن أميرة، واستغني عن من شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. فالإنسان أسير لمن يحتاج إليه، ربما في رأيه، ربما في كلمته، ربما في تبعيته، وهو نظير وند قوي لمن لا يحتاج إليه، وهو أمير لمن يحسن إليه. أحسن إلى من شئت تكن أميرة، واستغن عن من شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نكون أعزاء النفوس، فقال صلى الله عليه وسلم: اطلبوا حوائجكم بعزة الأنفس فإن بيد الله قضاءها. وقال صلى الله عليه وسلم: اطلبوا حوائجكم بعزة الأنفس فإن الأمور بالمقادير. ويقول الشاعر: لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين، لن يقضى العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طيني. فاسترزق الله مما في خزائنه فإن أمره بين الكاف والنون. ويقول الآخر: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لكن حتى تتحقق هذه المعادلة، سواء على مستوى الأفراد أم على مستوى الدول،
لابد من عوامل لنجاحها. أولها أن يعمل الإنسان وأن يجتهد في عمله، فديننا دين السعي والعمل، فامشوا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، سهلة هينة طيعة منتجة، فامشوا في مناكبها، خذوا بالأسباب وكلوا من رزقه وإليه النشور. وكأنه يقول لنا إذا مشيتم كان التوفيق بالرزق، امشوا على الله التوفيق، فامشوا في مناكبها، خذوا بالأسباب واعملوا وتحركوا واسعوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. غير أن الإسلام لم يطلب منا مجرد العمل، وإنما طلب العمل المتقن، صنعة أو إدارة أو وظيفة. بعض الناس عندما نتحدث عن إتقان العمل يظن إن قضية الإتقان هي فقط في الحرف المهنية أو الصناعات اليدوية. الإتقان في كل شيء، الكاتب في كتابته، والقاضي في قضائه، والطبيب في طبه، والمعلم في تعليمه، والكاتب في كتابته، والإداري في إدارته، والمحاسب في محاسبته، والسائق في قيادته لسيارته، والعامل في بنائه أو مصنعه. الإتقان، كل منا يتقن في المهمة الموكلة إليه. وإمام المسجد في خطابته، والمؤذن في أذانه، وعامل المسجد في نظافته. الإتقان تتحول إلى سمة، تتحول ثقافة الإتقان إلى ثقافة شعب في كل جوانب حياة، لدرجة أن يصل الشعب إلى أنه لا يعرف غير الإتقان، ولا يمكن أن يفعل غير الإتقان، ولا يمكن أن يكون مهملا، ولا يمكن الإنسان أن يكون متسيبا. إن الله لا يضيع أجر من أحسن أتقن. وفي الحديث الشريف إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن أي عمل. عملا، كلمة عملا جاءت نكرة لتشمل جميع الأعمال، كل الأعمال. عملا أن يتقنه. إن الله لا يضيع أجر من أحسن، أحسن أتقن. لأن الله عز وجل هو الذي وجهنا إلى الإتقان، صنع الله الذي أتقن كل شيء. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. وعندما نتحدث عن العمل، فمثلا نقرأ قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بعض الناس ربما كان يفهم الآية على حصر العمل الصالح في الصلاة والصيام والزكاة والحج والعبادات. لو أراد الحق منا ذلك لقال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليكثر من الصلاة والصيام والزكاة والحج. مع أهمية هذه العبادات وأثرها في بناء الإنسان، إلا أن الأمر هنا عام، من اسم موصول يفيد العموم. كل من كان يرجو لقاء الله، كل شخص يدرك أنه سيلقى الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا. وعملا هنا جاءت نكرة لتشمل كل عمل. هل ينكر أحد أن إطعام الطعام عمل صالح؟ هل ينكر أحد أن إتقان العمل عمل صالح؟ هل ينكر أحد أن مداواة المريض عمل صالح؟ هل ينكر أحد أن تعبيد الطرق عمل صالح؟ عدى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هناك أعمالاً ما من إنسان يعمل بعمل منها ابتغاء مرضات الله 42 خصلة، ما من إنسان يعمل بعمل منها ابتغاء مرضات الله إلا أدخله الله الجنة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أدناها أقل عمل منيحة العنز. منيحة العنز كانوا في القبائل البدوية أو في الأعراب يهدي ما عنده من أنثى المعز لجاره ليحلب لبنها ثم يعيدها إليه. هذا العمل يدخله الجنة لأنه يعطي أناسا ما يتقوتون به. الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
أن تكف أذاك عن الناس صدقة، أن تعبد الطريق صدقة، أن تبني المستشفيات صدقة، أن تعالج المرضى صدقة، أن تسهم في تطوير التعليم صدقة، أن طاع طالب العلم الفقير صدقة، أن تتقن عملك وصنعتك صدقة وعمل صالح. لأن الإنسان إذا أتقن عف نفسه وأسهم في تقدم مجتمعه. فمن كان يرجو لقاء به فليعمل عملا صالح. العمل الصالح هو العمل المتقن الذي يتقنه صاحبه. أما الذي لا يتقن عمله، الذي يهمل في عمله، والذي لا يؤديه على الوجه الأكمل، لا يمكن لإنسان يقول على إنسان أهمل في صنعته أو في حرفته أو في وظيفته إن عمله عمل صالح، لا بمقاييس الدين ولا بمقاييس الدنيا ولا بمقاييس القانون ولا بمقاييس العلم. نحتاج العمل الجيد المتقن الذي يتقن فيه كل إنسان صنعته ابتغاء مرضات الله عز وجل. الجانب الأول، هو العمل. بعض الناس قد لا يكون في حاجة إلى مزيد من المال، نقول له العمل شرف حتى مع الغنى. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، وفي رواية وإن نبي الله داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده. خيركم من يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده. لماذا خص نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا داود عليه السلام؟ لأن عمل داود لم يكن من الحاجة. داود كان ملكا نبيا، كان ملكا وكان نبيا. آتاه الله الملك وآتاه النبوة، سخر له الجبال وألان له الحديد. وشأن من كان مثله أنه لا يحتاج أن يعمل بيده. فكونه ملكا، سخر الله له الطير والجبال وألان له الحديد وآتاه ملكا، ملكا واسعا من فضله. كونه كان ملكا حاكما، ملكا ونبيا، أي أنه لم يكن في حاجة إلى العمل، ومع ذلك كان لا يأكل إلا من عمل يده. لأمرين: لأنه يدرك فضل العمل وفضل أن يأكل الإنسان من عمل يده. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى. لما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيد سيدنا سعد بن أبي وقاص وجد يده خشنة من أثر العمل، قال: هذه يد يحبها الله ورسوله، اليد التي تعمل بغض النظر عن أنها كانت في حاجة أو لم تكن. فالعمل في حد ذاته شرف، العمل في حد ذاته فخ، المهنة عز لصاحبها. وكان الإمام علي رضي الله عنه ورحمه الله يقول: لحمل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال، يقول الناس لي في الكسب عيب، فقلت العيب في ذل السؤال. ومن هنا نهى الإسلام عن أن يذل الإنسان نفسه. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: من يتكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: المسائل كدوح خدوش، الذي يتعود سؤال الناس كأنه يقطع لحم وجهه، يخدش بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم، ليس في وجهه قطعة لحم، يتساقط لحم وجهه من ذل السؤال. وقال صلى الله عليه وسلم: من يسأل الناس تكسرا ليس في حاجة إلى ما يقتات به ليزداد، كالمتسولين المحترفين
الذي يجمع المال ليجمع، يتسول ليجمع المال، الذي يتسول ليجمع فوق طاقته وليس له حاجة إلى القوت الأساسي، لأن المسألة لا تحل إلا لذي فقه مدقع، حتى يقول ثلاثة من ذي الحجة إنه تحل له المسألة. من سأل الناس كالمتسولين المحترفين الذين يجمعون المال تكسعا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكسعا إنما يسأل جمعا، يطلب نار من نار جهنم. وقال إن المسألة لا تحل إلا لذي فقه مدقع أو غرم مفزع أو دم موجع، كأن يكون الإنسان دخل في صلح بين عائلتين أو قبيلتين وتحمل الدية حتى ينهي على الصأ، وما سوى ذلك يا قبيصة، لأحد الناس من أصحابه اسمه قبيصة المخارقي، وما سوى ذلك يا قبيصة من المسألة سحت سحت يأكله صاحبه سحتا. وكان عن عوف بن مالك الأشجعي يقول: كنت سابع سبعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا: يا رسول الله قد بايعناك. فقال: وكنا حديث عهد ببيعة، كنا قد بايعنا لأيام قليلة. فمد النبي صلى الله عليه وسلم بسط يده وقال: ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا: يا رسول الله قد بايعنا، مددنا أيدينا وقلنا: يا رسول الله قد بايعناك، فعلى ما نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، وتقيموا الصلاة، وتسمعوا وتطيعوا. وأسر كلمة خفية، خفض صوته. والإنسان عندما يغير وضعية الجسد أو وضعية الصوت، كأن يكون جالسا فيقف، أو يتحدث بصوت عالي فيخفض أو منخفض، دليل على أنه يريد أن يثير الانتباه. وأسر صلى الله عليه وسلم كلمة خفية، قال: تبايعونني على ألا تسألوا الناس شيئا. فكان الواحد منهم إذا ركب دابته ووقع الصوت من يده نزل ولم يسأل أحدا أن يناوله إياه. إذن الجانب الأول هو العمل والإتقان والجد، حتى ولو لم تكن في حاجة إلى العمل، لأن العمل يجدد الصحة ويجدد الدماء والحركة، وهناك مجموعة من الأمراض تسمى لدى الأطباء مجموعة أمراض عدم الحركة، أمراض الكسل، أمراض الخمول، لأن الله أعطانا الجسد لنعمل ونتحرك وننتج. الجانب الآخر الذي تكتمل به المعادلة هو ترشيد الاستهلاك. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وقد لخص القرآن الكريم لنا المعادلة الاقتصادية في آية واحدة في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، عندما قال: تزرعون سبع سنين دأبا، تزرعون تجتهدون في العمل دأبا بجد وكفاح وجهد متتابع، تزرعون سبع سنين متتابعة بجدية وقوة وكفاح واجتهاد وإتقان، فما حصدتم فذروه في سنبله، هذا هو الإنتاج والتخطيط، ثم بعد ذلك فذروه في سنبله إلا، نحفظ الآية لكن ينبغي أن نفهمها مع حفظها، فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ولم يكن النص القرآني إلا ما تأكلون، لأنه لو قال إلا ما تأكلون لفتح لك أن تأكل ما تشاء، ولكنه يدفعنا إلى الترشيد وإلى الاستهلاك. إلا لم يقل إلا ما تأكلون ولا ما تأكلوا، إلا قليلا مما تأكلون. فالجانب الثاني هو ترشيد الاستهلاك. الجانب الثالث هو الوفاء بالحقوق والعقود. وكما أنك تريد أن تحصل على الحق، عليك أن تؤدي الواجب الذي عليك. فإذا ما حصل الناس على الخدمات من ماء أو كهرباء أو غاز أو أي خدمة كانت، وتهربوا من سداد مستحقاتهم، انهارت الخدمة، ونسي الناس أن مجرد الإتاحة والتمكن، وتمكن الشركات وتمكن المؤسسات من استمرار الخدمة وتطويرها، مرهون بوفاء الناس بحقوقهم وعدم تهربهم، وهذا أكل للسحت. من يتهرب من مقابل الخدمات
آكل للسحت. ومن هنا نؤكد أن الناس في أي دولة في أي مكان بنظريات علمية في أي مكان إذا كانوا يستهلكون ولا ينتجون، تخيل سواء على مستوى أسرة بالعقل وبالشرع وبالدين وبالقانون وبالواقع المشاهد، أي أسرة مستوى أسرة أو دولة فيها ناس إذا كان الناس يستهلكون ولا ينتجون يحدث التضخم وترتفع الأسعار لأن تنضر السلع وتشح إن لم تغب، يستهلكون ولا ينتجون يزداد التضخم وترتفع الأسعار وتنضر السلع. إذا كان الناس يستهلكون ولا ينتجون ويتقاضون رواتبهم ولا يعملون، الناس يتقاضى رواتب وكأن الدولة دي عالم هلامي ويتقاضى ولا يعمل سواء في الدولة في القطاع العام في القطاع الخاص، وكما أن الله يحاسب صاحب العمل إذا أكل حق الأجير فإنه بنفس الحكمة يحاسب العامل والصانع إذا تقاضى الراتب ولم يؤدي حق العمل سواء كان يعمل في قطاع خاص في قطاع عام في مؤسسة في دولة، لأن العقد بينك وبين الله أولا، ورب العزة يقول أوفوا بالعقود، فكما أنك تريد وكما نوصي بأداء حق الناس كاملا غير منقوص وجب عليك أن تؤدي حق العمل كاملا غير منقوص. أما الناس إذا كانوا يتقاضى بعض الناس رواتبهم ويتفلتون من أعمالهم ولا يؤدون حق العمل ويعطلون مصالح الناس فهم خائنون لله ولدينهم ولأوطانهم وللأمانة التي تحملوها. إذا كان الناس يستهلكون ولا ينتجون ويتقاضون رواتبهم ولا يعملون ويحصلون على الخدمات ولا يؤدون حقها، فمن أين تقوم الدول أو من أين يستقر الأمر سواء كان ذلك على مستوى مؤسسة قطاع خاص أم قطاع عام أم على أي عمل؟ علمنا ديننا الحقوق والواجبات وكما ينبغي وكما يحب كل واحد منا أن يحصل على حقه كاملا غير منقوص، فإن عليه أن يؤدي واجبه كاملا غير منقوص، وبغير هذا لا تستقيم لا أحوال الأسر ولا أحوال المؤسسات ولا أحوال القطاعات ولا أحوال الدول. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا حسن الفهم، اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا سددته، واغفر اللهم لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، واسقنا عند الحوض من يد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم، ويا عبد الله أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.